بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 90. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن ولا، وبعد، فإن الإيمان بالله يشمل الإيمان بأسمائه وصفاته، فمن جحد الأسماء والصفات لم يكن مؤمنا بالله عز وجل، فلا بد من الإيمان بأسماء الله وصفاته مع الإيمان بالله. هذا ما عليه المسلمون من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعليه هذه الأمة المحمدية أنها تؤمن بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية هي المنهج العام في الإيمان بالله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. يعني ما حكمه؟ من جحد شيئا من الأسماء والصفات ما حكمه؟ شيئا، ولو صفة واحدة، ولو اسما واحد، شيئا، فكيف بمن جحد الأسماء والصفات أو جحد الصفات؟ كيف يكون هذا مؤمنا بالله عز وجل؟ نعم. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. قول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وهم، أي الكفار، يكفرون بالرحمن، والرحمن اسم من أسماء الله يتضمن صفة الرحمة. الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات والدواب وكل شيء يدخل تحت هذه الآية. وهم يكفرون بالرحمن. وأما الرحيم فإنه بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، وهو رحمة خاصة بالمؤمنين. نعم. وأما الرحمن فهو رحمة عامة، حتى الكفار يدخلون تحتها. نعم. سبب نزول الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها. نعم. لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمن الرحيم، قالوا: ما نعرف إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، لأنه تسمى بالرحمن. ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة. الله جل وعلا قال: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو. نعم. سبب نزول الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش
جحدوا اسم الرحمن عنادا. نعم، قالوا الرحمن لا ندري ما هو إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة لأنه تسمى بالرحمن قبحه الله. نعم. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: يا الله يا رحمن يا رحيم، قالوا: انظروا إلى هذا، انظروا إلى هذا الرجل يدعو إلى التوحيد وهو يقول: يا الله يا رحمن يا رحيم. نعم. فأنزل الله هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن. نعم. والرحمن اسمه وصفته. نعم، الرحمن اسم والرحمة صفة، لأن كل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة، كل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة له سبحانه، ولذلك قال: ولله الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى صارت حسنى لأنها يشتق منها صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم. والرحمن اسمه وصفته، دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه وهي من صفات الكمال. نعم. فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. نعم، كل أسماء الله وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة يجب الإيمان بها، الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته. فمن جحد شيئا من الأسماء أو من الصفات فليس مؤمنا بالله عز وجل، وإن ادعى أنه يؤمن بالله. نعم. فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى. الجهم ابن صفوان رئيس الجهمية الضلال يجحدون صفات الله عز وجل، يجحدون أسماءه وصفاته، ويزعمون أنه ذات مجردة بشبهة أنهم ينزهون الله عن الشرك، ويزعمون أن الصفة إله آخر تعالى الله عن ذلك. نعم. وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. المعتزلة جاءوا بعد الجهمية، سموا معتزلة لأنهم كانوا من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله، كانوا يحضرون مجالسه ودروسه، ثم انعزلوا عنه فسموا معتزلة لأنهم اعتزلوا الإمام الحسن البصري إمام التابعين لما أعلن الإيمان بالأسماء والصفات. نعم. فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة. نعم، كفرهم كثير من أئمة أهل السنة لما جحدوا الأسماء والصفات ولا يؤمنون إلا بذات مجردة من الأسماء والصفات، وهذا قول باطل تضمن الكفر،
لأن الإيمان بالله يشمل الإيمان بأسمائه وصفاته. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. هذا حكمهم عند أهل السنة والجماعة. قال الإمام ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم، يعني الجهمية. نعم. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم من أهل السنة والجماعة كفروا الجهمية. نعم. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله سبحانه. نعم. وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا: هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. شبهتهم في نفي الأسماء والصفات أنهم يقولون هذه الأسماء وهذه الصفات يوصف بها المخلوقون، يوصف بها المخلوقون، فالله سميع والمخلوق سميع، المخلوق الله بصير والمخلوق بصير، وهكذا. وما فهموا أو تعاموا أن هناك فرقا بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وإن اتفقت في الاسم فهي مختلفة في المعنى، وإن اتفقت في الاسم، فالله سميع والمخلوق سميع، فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه، يعني الإنسان، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالمخلوق سميع، يوصف بأنه سميع، يوصف بأنه بصير، يوصف بأنه حكيم، ولكن هناك فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. وهذه الآية حاسمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. المخلوق يقال سميع ويقال بصير، له سمع وله بصر، لكن هناك فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وأسماء الخالق وأسماء المخلوق، كما أن هناك فرقا بين ذات الخالق وذات المخلوق، فلا تشاء. وإن اتفقت في الاسم فهي مختلفة في المعنى والحقيقة. نعم. فقالوا: هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. هذا من شاء الجسم هذا الذي يقولون لم يرد به كتاب ولا سنة بهذا اللفظ، لفظ الجسم، لكن إن أرادوا بالجسم الذي له أسماء وصفات فنحن نؤمن بذلك، لكن ما نقول جسم، ما نقول جسم، الجسم هذا من عندهم، فلا نقول إنه جسم، لا ننفيه ولا نثبته، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة، ما ورد في الكتاب والسنة إطلاق الجسم على الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين. لم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، فالله سميع والمخلوق سميع، الله بصير والمخلوق بصير، لكن هناك فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، كما أن هناك فرقا بين ذات الخالق
وذات المخلوق. نعم. فشبه الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه، شبهوه بخلقه تعالى الله، ثم عطلوا، شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. نعم. ثم عطلوه من صفات كماله. نعم. وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، لأن الشيء الذي لا ليس له أسماء وصفات ليس موجودا، ما هنا شيء موجود وليس له اسم وليس له صفة، ولكن فرق بين صفات الخالق وأسماء الخالق وصفات وأسماء المخلوق. نعم. فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم. نعم، فروا من أشر من ما وقعوا في أشر مما فروا منه، وقعوا في شر أعظم من شر ما فروا منه، لأنهم وصفوه بالعدم، لأن الشيء الذي ليس له صفات وليس له أسماء هذا ليس بموجود. أنا الشيء ليس له أسماء ولا صفات، لكن كل له صفات وأسماء تليق به. الله له أسماء وصفات تليق به، والمخلوق له أسماء وصفات تليق به. فهم لم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فلذلك عطلوا وجحدوا، فوقعوا في شر من فوقعوا في شر أشد من الشر الذي زعموه. نعم. فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته. هذا هو الفاصل، على ما يليق بجلاله وعظمته. فأسماء الله لائقة به وصفاته لائقة به سبحانه، وصفات المخلوق وأسماء المخلوق لائقة بالمخلوق. نعم. وإن اتفقت في الاسم واللفظ فهي مختلفة في المعنى. نعم. فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته. هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها. نعم، عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من أكابر العلماء من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، هم على هذا المذهب الصحيح، أن الله له أسماء وصفات لائقة به، وأن المخلوق له أسماء وصفات لائقة به، ولا تشابه بينهما. نعم. فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، يعني أهل السنة والجماعة أثبتوا لله ما أثبته لنفسه بالكتاب والسنة. نعم. وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أثبت لله الأسماء والصفات، وأهل السنة اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إثباتا بلا تمثيل، هذا الفرق، إثباتا بلا تمثيل، فنقول لله أسماء وصفات لائقة به وبجلاله، وللمخلوق أسماء وصفات لائقة به بالمخلوق ولا تشابه بينهما. نعم. إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، أي نعم، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء، فنفى أن يشبه أحدا من أو أن يشبهه أحد من خلقه، وأثبت له الأسماء والصفات، أدل على أن إثبات الأسماء والصفات لله لا يقتضي التشبيه كما يقولون، لا يقتضي التشبيه الذي فروا منه، فهو تخيل باطل. نعم. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات،
كما أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فله أسماء وصفات لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين. وهذه الآية حد فاصل، ليس كمثله شيء، هذا نفي للمشابهة. ثم قال وهو السميع البصير، فدل على أن إثبات الأسماء والصفات ليس فيه تمثيل ولا تشبيه كما يقولون. نعم. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى حذوه، يحتذي حذوه. نعم. فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه. نعم. ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله. نعم. لا تشبه صفات خلقه. نعم. فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى يعني الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة، فإنهم أي أهل السنة والجماعة آمنوا بالله. نعم. فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا. نعم. وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا. نعم. فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل، ولله الحمد والمنة. نعم. وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. العقل والنقل وإجماع. نعم. وإجماعي. نعم. فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل ولله الحمد والمنة، وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. نعم. وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت، كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده المشهور وكتاب السنة لابنه عبد الله. نعم. الإمام أحمد في كتابه كالإمام أحمد رحمه الله على الجهمية. الإمام أحمد له كتاب مطبوع الآن وموزع، الرد على الجهمية. نعم. وكتاب السنة لابنه عبد الله، كتاب السنة لابن عبد الله ابن الإمام أحمد أيضا مطبوع وموجود. نعم. وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي. المريسي. نعم. وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي. نعم. ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسي. نعم. وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي. نعم. وكتاب السنة لأبي بكر الخلال. نعم. وأبي عثمان الصابوني الشافعي. نعم. وشيخ الإسلام الأنصاري. نعم. وأبي عمر بن عبد البر النمري. النمري. نعم. وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث. نعم. كل هؤلاء كتبهم موجودة، يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وينفون عنه مشابهة المخلوقات. فدل هذا على أنه لا يلزم من إثبات الأسماء والصفات تشبيه الله بخلقه كما يقولون. نعم. ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن. نعم. تيمية. عبد الله بن قدامة الإمام المشهور عند الحنابلة الذي صنف كتاب العمدة في الفقه وغيره، له كتاب في إثبات أسماء الله وصفاته. نعم. وشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وأصحابه وغيرهم
وأصحابه وغيرهم. نعم. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم. الحمد لله وجود هذه الكتب لأهل السنة تدمغ أهل الباطل، تدحضهم وتبين باطلهم، وهي موجودة ومتوفرة ومطبوعة وموزعة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم، هذه قاعدة، أنك لا تأتي أناسا يجهلون ثم تحدثهم بما لا يفهمون فينكرون. لا تحدثهم إلا بما يفهمون، علمهم أولا ثم حدثهم. أما أن تأتيهم وهم جهال وتحدثهم بما لا يعرفون فسينكرونه، فتكون أنت السبب. لا تحدث عند العوام وعند الناس الذين لم يتعلموا بأشياء لا يفهمونها وهي حق فينكرونها لأنهم لم يدرسوها ولم يفهموها. لا تحدث إلا من يفهم ويعلم ما تقول. نعم، كل مقام له مقال. نعم. علي هو أمير المؤمنين رضي الله عنه، أبو الحسن علي بن أبي طالب. قال هذا قول علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذه كلمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. نعم. علي هو أمير المؤمنين رضي الله عنه، أبو الحسن علي بن أبي طالب، وأحد الخلفاء الراشدين، رابع الخلفاء الراشدين المهديين. نعم. وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ. نعم، ويعني أهل الوعظ والقصاص، ينهاهم أن يحدثوا الناس بشيء لا يعرفونه فينكرونه وهو حق، فينهاهم عن ذلك. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل. نعم. فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح فيقع بعض المفاسد لذلك. نعم، إذا حدث يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تفهمه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة، فتنة تصرفه عن الحق وينكر الحق لأنه جاهل ما يدري. نعم. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه، من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا دون ما يشغل عن ذلك. نعم. مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب، لا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم. نعم، واليوم جاءت هذه المواقع وما يوجد فيها من غث وسمين ومن حق وباطل، فأربكت كثيرا من الناس، سببها أنهم أسمعوهم أشياء ما كانوا يفهمونها فأنكروها. لو علموهم قبل ذلك وبينوا لهم ما كان شيء من ذلك. نعم.
وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى. شيخنا اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، صاحب كتاب التوحيد، صاحب كتاب محمد بن عبد الوهاب، صاحب كتاب التوحيد، نعم، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، نعم. وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم. شيخنا المصنف، لأن عبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نعم. وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم. الشيخ عبد الرحمن بن حسن أدرك جده وأخذ عنه، لذلك يقول شيخنا، نعم. لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة. يعني كتب الوعظ، ابن الجوزي له كتب وعظ، له كتب وعظ يأتي فيها بأشياء قد ينكرها بعض الناس لأنهم لا يعرفونها، المنعش والمدهش نعم، فلا بد أن يحدث الناس بما يعرفونه، نعم، كالمنعش والمرعش والتبصرة، لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده، والمعصوم من عصمه الله. نعم. وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينهى القصاص عن القصص لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك. القصاص الوعاظ، الوعاظ، فكان معاوية رضي الله عنه الخليفة ينهى عن القصص على الناس بالأشياء الغريبة والتي لا يفهمونها، فيأمر بأن لا يحدث الناس إلا بما يفهمونه، نعم، بما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور، نعم. وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا، نعم، وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: يكفي، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يؤخذ من كل صفة لله اسما كما نأخذ من كل اسم صفة؟ لا، لا تأخذ من كل اسم صفة ولا تأخذ من الصفة اسما، لأن الصفة فرع عن الاسم، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين قول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن وبين قوله وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم؟ أهل الجاهلية طوائف، منهم من يعرف الرحمن ويعرف
ومنهم من لا يعرف ذلك، طوائف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يكفر المعتزلة والجهمية بأعيانهم؟ من الدعاة منهم، الدعاة منهم يكفرون، وأما غير الدعاة المقلدة، المقلدة لا يكفرون ولكن يضللون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يوصف الإنسان بأنه رحيم؟ نعم. يقول: هل يوصف الإنسان بأنه رحيم؟ نعم، يوصف بأنه رحيم بحسب حاله، رحمة تليق به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل مسألة اشتقاق الأسماء من الصفات؟ الله وصف رسوله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل مسألة اشتقاق الأسماء من الصفات قال بها أحد من علماء أهل السنة؟ نعم، كلهم يقولون بهذا، كل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة، ولذلك كانت أسماؤه حسنى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما القول الراجح في مسألة هل الذات هي مجموع الصفات أم هي شيء مختلف عن الصفات؟ ما قال هذا أحد فيما أعلم، ما قال هذا أحد فيما أعلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أولاد الكفار الذين لم يبلغوا، ما مصيرهم؟ أإلى الجنة أم إلى النار؟ من أصحاب الفترة، من أصحاب الفترة، يرسل إليهم رسول يوم القيامة يدعوهم إلى الله، فمن آمن به بهذا الرسول تقبله الله، ومن كفر به حكم عليه بالكفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قول أحد السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم؟ هذا قول الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين، يقول: تعلموا على أهل العلم، تعلموا على أهل العلم العارفين بالعلم، ولا تتعلموا على المتعالمين وعلى أهل الضلال، لأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هل تأخذونه من أهل الضلال؟ لا. تأخذونه من الجهال؟ لا. تأخذونه عن العلماء العاملين. نعم. أحسن الله إليكم. لا تتعلم على من هب وتب، تعلم على أهل العلم الراسخين المعروفين، ولا تستمع لما يلقى في المواقع حتى تمحصه وتعرضه على الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، يقول: هل هذا مختص بأهل الوعظ فقط أم يشمل العلماء أيضا؟ العلماء لا يحدثون الناس إلا بما يعرفون، فلا حاجة إلى أن يقال لهم حدث الناس بما يعرفون، إنما هذا في القصاص اللي هم الوعاظ الذين قد يكون عندهم مبالغات في الوعظ والتذكير، فيذكرون أشياء غريبة ما يعرفها الناس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الخوارج كفار؟ الخوارج؟ نعم. الخوارج على حسب عقيدتهم، حسب على حسب عقيدتهم،
منهم كفار ومنهم ضلال ومنهم مقلدة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز دراسة الفلسفة لغرض الحصول على الماجستير أو الدكتوراه؟ ولا يجوز أبدا النظر فيها ولا دراستها، لأنها تفتح على الناس باب شر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة. الكتاب والسنة والعلم الموروث خير من الفلسفة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض قرابتي يقولون إنه لم يرد التصريح بأن لله صفات، فهل يكفرون بذلك علما أنهم عوام وليسوا طلبة؟ لم يرد التصريح، هو في أول القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، كيف لم يرد التصريح؟ ورد كثير في الآيات وفي الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يعرف القصاص؟ يعرفون بشغلتهم، يعرفون بشغلتهم أن همهم التأثير على الناس وتحريك الناس، ولا يؤصلون علمهم على الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يدخل في القصاص الذين يقصون القصص التاريخية؟ كيف؟ هل يدخل في القصاص الذين يقصون القصاص؟ الوعاظ الذين يعظون الناس، لأن همهم التأثير على الناس، قد يأتون بأشياء غير صحيحة ليؤثروا بها على الناس وهي غير صحيحة، هذا لهم القصاص. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الأول والآخر من أسماء الله عز وجل؟ نعم لا شك، قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز علاج السحر بهذا العلاج؟ يقول: بأخذ 7 ورقات من السدر فيدقها ويصب عليها الماء. نعم يجوز هذا، ذكرها في شرح كتاب التوحيد، ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرح كتاب التوحيد مجربة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الاستدلال بأدلة ابن سينا لإثبات وجود الله؟ يعني ما بقي إلا ابن سينا؟ عليك بالكتاب والسنة وعليك بأهل السنة والجماعة، واترك ابن سينا الملحد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: القرآن يقول في غير الأمور الاعتقادية، يقول هل فيه مجاز؟ القرآن حقيقة ليس فيه مجاز، المجاز فيه خلاف، بعضهم يقول إن كلام العرب فيه حقيقة ومجاز، أما القرآن فلا، كله حقيقة ولا يقال فيه مجاز. نعم. وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلها حقيقة ووحي من الله، لا يقال فيها مجاز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل آخر يقول: هل تراجع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن نفي المجاز في القرآن؟ ما تراجع، من قال أنه تراجع؟ ما تراجع، لأن يقول القرآن كله حقيقة، لأن المجاز يجوز نفيه، هل يجوز نفي القرآن؟ نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يؤخذ العلم عمن كثرت أخطاؤه في العقيدة وفي باب الأسماء والصفات؟ لا، انظروا عمن، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فلا تأخذ العلم إلا عن العلماء الراسخين الموثوقين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يكفر من عطل اسما من أسماء الله بسبب التأويل كما يفعله بعض الماتريدية؟ إذا كان متعمدا يحكم عليه بالضلال والكفر، إن كان ما هو متعمد وإنما هو مقلد فهذا يحكم عليه بالضلال للكفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، هل تصلح هذه الآية أن تكون ردا على من سأل عن تصريح القرآن بأن لله صفات؟ كيف؟ يقول: هل في قول الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، هل تصلح هذه؟ صبغة الله الدين، دين الله عز وجل، دين الله. نعم. ومن أحسن من الله صبغة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هناك دعوة للإثارة على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنهم سبب في المشاكل، يقول: كيف نرد هذه الدعوة؟ دعوة الشيخ موجودة ومعروفة، هل هي سببت المشاكل أو سببت الهداية والعلم؟ ما سببت مشاكل، اللي سبب المشاكل دعوة أهل الضلال، أما دعوة أهل الحق فلا تسبب المشاكل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز أن يقال يا رحمة الله؟ لا، لا تدعى الصفة، إنما يدعى الموصوف، تقول يا رحمن ارحمني، ويا عزيز أعزني، يا رزاق ارزقني، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الدعاء عند الأذان بقول: بحق هذا الأذان أن تستجيب دعائي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول، ولا تأتي بلفظ لم يقله المؤذن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا أعلم طلابي في المدرسة وأقول لهم كل يوم: أين الله؟ ويقولون: في السماء. وأحفظهم الدليل: الرحمن على العرش استوى، فهل هذا الدليل يكفي مع أنهم في الصف الأول الابتدائي؟ الطلاب درسهم المقرر، الكتاب المقرر عليهم، ولا تدرسهم غيره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من هو شيخ الإسلام الأنصاري الذي ذكره المؤلف؟ هذا من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة، وهو له كتاب، وله تلاميذ، وله معروف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يسأل عن بشر المريسي، يقول: من هو؟ هو بشر المريسي، مشتبه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قال لي صاحبي: إنك من الصالحين، فغضبت عليه وقلت: إني لست كذلك، بل من العصاة الفسقة، فأنكر علي تلك الجملة. يقول: هل ردي فيه محظور؟ إيش؟ يقول: قال لي صاحبي: إنك من الصالحين، فغضبت عليه وقلت: إني لست كذلك، بل من العصاة الفسقة. ما يجوز هذا، ما يجوز لك أن تقول هذا عن نفسك،
ولكن استغفر ربك. قل إذا قال لك أنت من الصالحين قل أستغفر الله أستغفر الله. نعم. قال الله جل وعلا: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه تزكية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الميزان اسم من أسماء الله؟ لا، الميزان هذا ميزان الأعمال، ميزان حقيقي له كفتان توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، حقيقي، ميزان حقيقي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يصلى خلف الإمام الذي يقول الله في كل مكان؟ لا، هذا حلولي، اللي يقول الله في كل مكان هذا حلولي والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول، سائل من فرنسا، يقول: بني مسجدنا منحرفا عن القبلة بأربعين درجة اتجاه الغرب، هل يجوز لنا الصلاة في هذا الاتجاه وهذا المسجد؟ راجعوا المركز الإسلامي عندكم، والمركز الإسلامي ينظر في هذا المسجد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم تأجيل العقيقة؟ العقيقة، العقيقة تذبح يوم سابع، يوم 21، يوم يعني يوم في سابع، في يوم واحد، في يوم 14، في يوم 21، ثم بعد ذلك تتساوى الأيام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل آخر يقول: شخص لم يستطع أن يعق عن ابنه، يقول وبعد سنين ويعني يقول استطاع أن يعق عنه، يقول فاتت سنة، فاتت فلا يعملها بعد ما يكبر الولد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كنت إذا سلم الإمام قمت قبل أن يسلم التسليمة الثانية ولم أكن أعلم الحكم الشرعي، فما حكم صلاتي السابقة؟ تعذر بالجهل إن شاء الله وصلاتك صحيحة، لكن عليك بعد ما علمت أن لا تقوم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. نعم، وتعذر فيما سبق إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يعزم الزواج من امرأة وقد طلقت ثلاثا وهي في العدة؟ نعم. يقول: هل يجوز لرجل أن يعزم الزواج من امرأة وقد طلقت ثلاثا وهي في العدة دون أن يتكلم معها؟ لا يجوز، لا يعقد عليها وهي في العدة حتى تخرج من العدة ثم يعقد عليها الزواج. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول من فرنسا، يقول: هل يجوز للمغسل، مغسل الأموات، أن يغيب أو يتخلف عن صلاة الجمعة لأنه يغسل ميتا؟ يغسل ميت ويصلي صلاة الجمعة، تغسيل الميت ما يفوت، صلاة الجمعة تفوت، يصلي مع المسلمين ثم يغسل الميت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يذكر بعض إخوانه بحسن تعامله معهم إذا أساءوا إليه؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن هذا ما هو بالمقصود منه التعالي عليهم، وإنما قصده أن يحسن المعاملة معه كما أحسن معاملته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لطلاب العلم، يقول حيث اندرست بعض المخطوطات المفقودة
مع الحاجة إليها. نعم. يقول: ما نصيحتكم لطلاب علم مع وقد اندرست بعض المخطوطات مع الحاجة إليها؟ كيف؟ وش السؤال هذا؟ درست خلاص، وش بيعملون؟ والكتب الحمد لله موجودة وكثيرة، إذا تلف بعضها فالبعض الآخر فيه خير وفيه كفاية إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يضبط الطالب علم العقيدة والتوحيد ومسائل الإيمان؟ إن كان هذا الطالب في الدراسة النظامية يقرأ كتب العقيدة المقررة ويفهمها في المراحل، مراحل الدراسة، وإن كان يقرأ على المشايخ المشايخ يوجهونه، لكن ما يقرأ على كل شيخ أو على كل، يقرأ على أهل السنة والجماعة والراسخين في العلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز تحديث العامة بالخلاف الفقهي؟ لا، ما يجوز لهم أنك تشرح للعامة الخلاف الفقهي، يكون هذا سببا في تشويش أفكارهم أو في توسعهم، يقولون ما دامت المسألة فيها خلاف نحن نختار من الأقوال ما أردنا. نعم، لا تفتح لهم المجال هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول نصلي، يقول: يوجد جامعين يصلى فيها صلاة الجنائز، يقول: حيث نذهب للمسجد الأول ونصلي على الجنائز، ثم نلحق بالجامع الثاني ونصلي مع الجماعة صلاة الفرض وصلاة الجنائز، يقول: فهل فعلنا في صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة بأن هذا لا يجوز، تتبع المساجد لأجل الصلاة على الجنائز، صل على جنازة وحده ويكفيك هذا في يومك والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز إطلاق الأديان الإبراهيمية على اليهودية والنصرانية؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، كان قبل هذه الأديان عليه الصلاة والسلام، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما توجيهكم لمن يعتمد على القرآن فقط وينكر السنة؟ هذه أمة ضالة اللي يسمون القرآنيين، هذا ضلال والعياذ بالله. السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت القرآن ومثله معه، يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تمسك بالقرآن وترك السنة هذا ضلال، وهذه طائفة يقال لها القرآنية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل عامي ينكر المسيح الدجال لأن الأخبار عنه لم ترد في القرآن، يقول: أما ما جاء في الصحيحين فيقول أن فيها إسرائيليات. هذا مخبط، هذا مخبط في عقله وفي فكره، ألا يدخل في هذه الأمور وهو جاهل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الاستدلال يقول بالحكم الشرعي بسد الذرائع؟ كيف؟ يقول: ما حكم الاستدلال بسد الذرائع؟ سد الذرائع؟ نعم. سد الذرائع اللي تفضي إلى الشر والشرك، وهذا واجب، سد الذرائع التي تفضي إلى الباطل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول:
رجل سكن في شقة وكان يصلي إلى غير القبلة لفترة طويلة، ثم أخبر بعد ذلك أن جهة القبلة إلى غير اتجاهه التي كان يصلي إليها، فما حكم صلاته الماضية؟ إن كان يصلي يستدبر الكعبة أو تكون عن إلى جنبه فيعيد الصلاة، أما إذا كان لا يستدبر الكعبة وإنما يميل عنها فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، قبلة واسعة ولله الحمد. الذي يرى الكعبة يجب عليه أن يصلي إلى عينها، يستقبل عين الكعبة، وأما الذي لا يرى الكعبة فيستقبل الجهة التي فيها الكعبة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الجهة التي فيها الكعبة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل لزوم الجماعة وطاعة ولي الأمر يجب على كل مسلم ولو كانوا في بلاد غير المسلمين؟ ما في شك لازم يكون مع المسلمين طاعة ولي الأمر، أمر المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل تقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز الدعاء بقول اللهم شفع في رسولك؟ نعم، اللهم شفع في رسولك وعبادك الصالحين. طيب هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هاجرت من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وأقمت فيها، فهل أبايع حاكم البلد المسلم الذي هاجرت إليه؟ إذا كنت ستكون من رعيته وتجلس في بلده ما هو بلازم أنك تروح تبايعه، اتبع أهل البلد وامس معهم، هذا معنى لزوم الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما تفسير قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ على ما هي عليه، يبقى الله سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني يبقى هو سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هو معلم يدرس في قرية تبعد عن منزله 100 كيلو، يقول فهل يجوز لي جمع الظهر مع العصر؟ اي نعم، المسافة مسافة قصر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يقال نثبت لله سمعا يدرك به الأصوات وبصرا يدرك به المرئيات؟ أثبت لله السمع والبصر وسائر الصفات التي وصف بها نفسه ولا تدخل في هذه التفاصيل. آمنت بالله وبأسمائه وصفاته، يكفيك هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم مناظرة أهل الإلحاد؟ ما حكمه؟ مناظرة أهل الإلحاد علنا عبر شبكة الإنترنت. إذا كان عندك استطاعة علمية ترد عليهم فهذا شيء واجب عليك، أما إذا كنت لا تحسن الحجة فلا تدخل في هذا المجال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول اشتريت أرضا قريبة من مسجد ويقول اشتريت أرضا قريبة من مسجد ومن استراحتي، ورأت زوجتي في المنام رؤيا، وعبرت لها بأن زوجك سيصيبه أذى ومكروه، يقول فهل يجوز ترك عمارة الاستراحة والبيت؟ لا تتركها،
لا تتركها وتوكل على الله عز وجل ولا يأتيك إلا الخير إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كثر انتداب النساء للعمل في مجالات مختلفة، وينتج عن ذلك اختلاط في بيئة العمل، يقول: فما نصيحتكم للنساء وأصحاب العمل؟ بلغ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يستقصي هذا الشيء ويقوم بالواجب إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد في ساحته قبور؟ لا، لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبور أو في ساحته قبور، إن كانت في داخل المسجد. أما إن كانت خارج المسجد وبينه وبين يعني بينه وبينها جدار أو فواصل فما عليك من القبور، صل في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لي هجر من ظلمني وأكل مالي بالباطل فوق 3 أيام؟ ما ندري عن هذا، هذه قضية دعوة خصومة لا ندخل فيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل صح دليل على قول لا إله إلا الله وحقا لا إله إلا الله وصدقا، يقول بعد انتهاء المؤذن من الإقامة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، تقول ألفاظ المؤذن التي يقولها. فإذا فرغ من الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا الذي ورد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك خلاف بين العلماء في دخول النساء للمقابر؟ لا أعلم ذلك، لا أعلم ذلك، إن النساء لا تتبع الجنائز ولا تدخل المقابر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل يذكر الناس دائما في يوم الخميس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل الرسائل على الجوال بذلك، يقول: هل عمله جائز ومشروع؟ تخصيص يوم الخميس بذلك هذا لا أصل له، صلوا عليه وسلموا تسليما ولم يقيده بيوم الخميس. يا أيها الذي إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولم يقل يوم الخميس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يترخص من به سلس بول في لبس الجورب؟ يقول: كيف يترخص من به سلس بول في لبس الجورب؟ في لبس الجورب؟ نعم. ما أدري وش دخل لبس الجورب سلس البول، يعني قصده يمسح على الجورب؟ نعم. يقول: قد يخرج منه قطرات بعد الوضوء قبل لبس الجورب. هذا حدثه دائم، حدثه دائم، يتوضأ عند الصلاة ويصلي في الحال ولا عليه ولو نزل منه شيء، لأن هذا منتهى استطاعته، لكن ما يقدم الوضوء قبل الصلاة بوقت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شخص نسي هل أخرج الزكاة أم لا، ماذا عليه؟ الأصل أنه ما أخرجها، يخرجها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل أتوظف بوظيفة داعي؟